السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما شفنا عن الوستيريا اللي بينت لكم في الفيديو اللي فات، والرابط راح يطلع عندكم في أعلى الشاشة، أن نقلتها إلى أصيص 25 لتر اللي هو هذه الأصيص اللي راح أسويه الحين، لأني لاحظت شيء ما كنت ناوي أسويه، أن النبتة بدأت تسقط كل أوراقها وأوراقها بدأت تصفر مثل ما احنا شايفين. هذه مجرد الأصيص هذه تسقط، مجرد ان نلامسها فهي قاعدة تسقط اوراقها. هذه علامة ان النبتة قاعدة تدخل في نوع ما من السبات. هذه اتوقع بسبب ان مرت علينا موجة برد تقريبا 4-5 ايام، فالنبتة بدأت تدخل في سبات على اساس بس ما تقدر تنمو في البرد، فهذه طبيعتها ان مع البرد هي تدخل في سبات. فراح نرد نقلمها مثل ما ذكرنا في الفيديو اللي فات، ولكن راح أشتغل معكم عن قرب أكثر على أساس أبين الشغل أكثر على النبتة وكيف التقليم يصير وكيف التشكيل راح يكون، بالذات الحين لأن هي في مرحلة سبات، ما في نمو قوي، ما في غدد قاعدة تبتدي تنطلق. فاللي راح أسويه إنه راح نبتدي نقلم ونشكل النبتة مع بعض عن قرب ونشوف اللي قاعد أسوي. نلاحظ عندي هذه القطعة الرئيسي اللي صار في الموسم اللي فات، فعندي هذه الغصن بدأ ينمو نمو قوي وطويل. فاللي راح أسويه إني راح أجرب الكاميرا أكثر وأراويكم القطعة وين راح يكون وكيف راح يكون. فمثل ما احنا شايفين هذه عندي القطعة الرئيسي، ثلاث محلات قطعنا، عندي هذه النمو وعندي هذه الغصن. الغدد واضحة في النبتة، عندي هذه وهذه، هاي هي غدد راح تنمو منها النبتة مرة ثانية، وراح أيضا تورد منها إن شاء الله، أتمنى أن تورد هالسنة، ولكن على أساس أن نعيد كثافة النبتة وتشكل بشكل أحسن، راح بدال ما تشوف تكون في هذه الغصن الطويل اللي رويتكم إياه مساعة، فراح أقلمها إلى حد هذه النقطة حيث يكون في تقريبا 1-2-3-4-5-6 غدد، 6 كثير، خلنا نقول راح اقطع على 6، ولكن راح ممكن مستقبليا نقلمها زيادة، اقطع شوية فوق على اساس لو مات الغصن ما تموت الغدة، القطع يكون شوية فوق على اساس لو النبتة ماتت او صار في جزء من الغصن مات ما تموت الغدة عندي. فراح اقطع هني بهذا الشكل وازيل هذه الغصن كله. عندي هني المكان اللي قطعته مثل ما شفنا هني، لاحظت ان هذه غصن ميت، هذه الجزء ميت، فراح ازيله اعتذر اذا يدي شوي معارضة الرؤية، ولكن بهذه الطريقة نلاحظ انه متخشب وميت، هذه يعني جزء ميت من الغصن، فراح احاول ازيل الى حد هني ينكشف عندي شوي اخضر، وهذه ان شاء الله راح يعني القشر من النبتة راح يبتدي يتعافى ويغطيه. ايضا نفس الشيء هني، عندي نفس الشيء غصن ميت راح احاول ازيله، ولكن شوي مزاحم الغصن الامامي، حلو، فانشال وراح اراويكم القطع من الجهة الثانية. وهذه ايضا في شوي جزء ميت راح ازيله بهذه الطريقة. ألاحظ في سواد داخله فكأنه تعفن، فهذه خطورة الخشب الميت في النباتات انه يتعفن وينقل أمراض إلى النبتة. فعلا في تعفن، راح أحاول أزيله قدر المستطاع. فهذه راح أراويكم القطع اللي سويته من الجهة الثانية على أساس بس تشوفون كيف القطع. فمثل ما احنا شايفين عندي هذه القطع صاير شوي يعني مقعر، صح مقعر ولا محدد؟ مقعر.
على أساس يلتئم بشكل صحيح، سامحوني بس اختلطت علي المصطلحات. هني نلاحظ هذه التعفن، النقطة البنية هذه، هذه اللي فيها التعفن. إن شاء الله راح تتعافى، أتمنى، راح أتابعها وراح نشوف، وراح نتابع تقليم النبتة. نلاحظ هني وعندي هني أيضا هذه القطع ميتة، فراح أزيلها أيضا بس على أساس أتفادى أي تعفن أو أي مشاكل مع النبتة. ما زال الخشب ميت. أوكي، وصلنا إلى خشب حي وراح إن شاء الله تتعافى. نرجع حق القطعة الثانية اللي هي هذه. وبهذه الطريقة راح إن شاء الله يلتئم، ومع الوقت إن شاء الله مع السنين الجرح راح يكون صعب رؤيته. راح ننتقل إلى مناطق ثانية في النبتة. عندي هني هذه الغصن ينمو وبعدين يفرق، وأيضا هني يفرق، ولكن هذه صاير طويل. في نقطة مهمة هني دائما لازم نفهم في التقليم، لما أقطع غدة مشاهدة هذه الجهة معناته النمو راح يطلع منها، يعني لو قطعت هني النمو راح يطلع من هذه الغدة بهذا الاتجاه، لو قطعت فوق هذه الغدة مشاهدة على داخل النمو راح يتوجه إلى الداخل. لازم نراعي أي غدة نقطع فوقها على أساس نوجه النمو بالشكل اللي إحنا نبغيه. فهل أنا أبغي الغصن دي يرجع ويلتف على الغصن الرئيسي ويصير عندي شكل ملتف؟ ممكن يكون شكلها حلو لو صارت جذع ملتف كامل على بعضه. ممكن ان اقطع فوق هذه واخليها تتفرع اكثر، يعني يصير في تفرع بهذه الجهة وهذه بعد ترجع تنمو. حاليا راح اقطع فوق هذه، ومثل ما ذكرت راح نخلي مسافة شوي وراح ازيل هذه. ايضا نفس الشيء هذه الغصن، مثل ما احنا ملاحظين الغدد هني كثيفة، ولكن بعدين يصير في عندي نمو طويل، فراح اقطع بهذا الشكل وازيل هذه الغصن. ولو انه صاير فيه التفاف في اعلى النبتة وصاير شكله حلو الصراحة، بس راح ازيله على اساس مصلحة النبتة المستقبلية. التشكيل، لما احنا نتكلم عن تشكيل النبتات احنا دائما نراعي المدى الطويل وما نراعي المدى القصير. ايضا راح ممكن ازيل هذه بهذا الشكل، فراح تبقى بهذه الطريقة. عندي غصنين طوال فوق وراح نتعامل معهم. الغصن الطويل اللي أتكلم عنه اللي هو ذي، طبعا في نمو قديم اللي هو ذي، وعندي نمو جديد اللي هو هذي. فاللي راح أسوي إنه أيضا راح أعطيكم رؤية مقربة على أساس تشوفون القطع كيف والفكرة من التقليم. عندي هذا الغصن يطلع من هني ومتجه على فوق، ولكن أنا ممكن أقطع هني ويطلع عندي نمو في هذه الاتجاه، ممكن أقطع هني ويصير في عندي نمو يعني في هذا الاتجاه أو شوية في هذا الاتجاه، يعني يملي لي هالمساحة. ممكن إن أنا راح أزيل هذه الحد أو أزيل أكثر، حتى ممكن أزيل هالقد، راح أزيل أكثر أحسن على أساس النمو يصير كثيف أكثر. راح أزيل هذه الغدة. عندي هذه الغصن أيضا، فراح أزيله بهذه الطريقة وراح أخلي النبتة بهذا الشكل تقريبا. هذا التقليم الرئيسي على أساس النمو يتركز ويكون شوي كثيف، لأن مثل ما ذكرت الوستيريا من النبتة اللي متسلقة، فالنمو يكون طويل وممتد، فإحنا نبي نركز النمو والتشكيل يكون متركز بشكل شجرة، ما نبغي يكون بشكل نبتة متسلقة. مثل ما ذكرت إن شاء الله بعد ما ترجع النبتة إلى النمو وتنطلق مرة ثانية، اللي راح أسويه إنه راح أخذ النمو الجديد من الأغصان الجديدة، وإن شاء الله راح أسوي له ترقيد أرضي
على أساس أكاثر منها وممكن أستغلها في البيت أو أهديها إلى أحد من الأهل أو الأقارب اللي يبغون واحدة من النباتات هذه الوستيريا. فهذا التشكيل اللي سويناه، وراح أرجع الكاميرا مرة ثانية وتشوفون النتيجة بعد التقليم. أتمنى أن استفدتم من هذا الفيديو، واللي في عنده أي سؤال أو أي استفسار عن الوستيريا أو عن التقليم أو أي سؤال عموما ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.